يعقد هشام زعزوع وزير السياحة وحسام كمال وزير الطيران المدني مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن اسم الشركة العالمية التي تم اختيارها للاستعانة بها في تطوير الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية. يذكر أن المهام المطلوبة من الشركة هي التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات المصرية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية. أصدر